متتبعي الكرام، متتبعي قناة شوف تي في، مرة أخرى كنتواجدوا في أحد الدواوير تابعة لجماعة بني لنت، متتبعي القناة قناة شوف تي في. لا اش كدير؟ اسمح لي اسمح لي اسمح لي. كنتواجدوا بدوار مقورة، هاد الدوار بني مقورة، هاد الدوار من أقدم الدواوير لا تابعين لبني لانت ولا في النفوذ الترابي الإقليم تازا ولا كذا في المملكة المغربية، كما كنقولوا المغرب العميق. الدوار 1980 ملي تحطت الطريق مازال ما تقدتش، هذا مشكل مجموعة من مشاكل الطريق، النقل المدرسي، التوسعة ديال الكهرباء، الركايز اللي كيطيحوا على الديور، الوليدات كيوصلوا واحد السن معين كيخرجوا من المدرسة، النقل المدرسي، مجموعة من الأمور. العزيز أجي خوي قلبك عليا شوية، أجي أنت أنت العكاز ديالو. أيها الإخوان المغاربة، السلام عليكم في مشارق الأرض ومغاربها. عمو عمو هذا اللي بتا مغربيت، حنا الطلب ديالنا والشكاية ديالنا على هاد الطريق، هذه من 1979 متخدمت بالبلا والفاس، ما فيهاش بلاط البطون. حنا عندنا الواد الحضر كيقطع فينا الطريق من شهر 12 حتى لشهر 3، حنا الدراري ما كيقراوش، حنا بعادين على المركز 17 كيلومتر، ما عندناش النقل المدرسي، ما عندناش الطريق، ما عندناش القنطره. البنيته البنت عندها 17 سنه كتمشي 17 كيلومتر، شكون اللي غيتملى الامان ديالها؟ ما عندناش النقل المدرسي، هانتوما كتشوفوا شنو كيوقع، الاغصاب وكيوقع بزاف المسائل. حنا الطريق كنطلبوا من الناس المنتخبين ومن الناس المسؤولين كيخصهم يشوفوا الحاله ديال المواطن ديال العالم القروي. حنايا الدوار بني مقورة الا جيت نحسب لكم فيه 100 دار خاليه، الناس اللي عندهم شويه الامكانيات مشاو رحلوا للمدينه كيقريو ولادهم. هنايا الا جيت نحسب لكم هاد الدار الاولى ها هي على طرف الطريق خاليه ما فيها حتى واحد، كاينه تقريبا 100 دار خاليه. هاد الناس كيخويهم هاد العالم القروي، علاش؟ ما كايناش الطريق، والطريق هي مصدر العيش للانسان، الا ما عندوش الطريق ما عندوش الحياه، الكرامه الانسان هي الطريق والقنطره. حنا هاد الواد الحضر كيقطع فينا الطريق، واش دابا حنا في العالم القروي وكيعطيونا 8 المعلمات عام الاول كانوا هنايا، واش المعلمه غتحيد الحوايج ديالها وتدخل في الواد وتقطع الواد باش تقري لك الدراري؟ نعم. كيقول لك المساواه ما بين المراه والرجل، ماشي في الواد الحضر، ماشي في حي الحوايج وقطع الواد، المساواه كاينه في الطياره، كاينه في الطوموبيل، كاينه في هذا. ما دابا كيعطيونا حنا المعلمات، الله تعالى وتبارك قال لك الرجال قوامون على النساء، حنا علاش يعطيونا المعلمات كيخرجوا ولادنا بلا قرايه؟ كيخصنا يعطيونا المعلمين. بعد المعلم كيتحمل المشقه ديال الطريق وكيتحمل المسؤوليه، وحنايا كنطلبوا من الناس. واش المعلمه ما كاتجيش ولا ما عندهاش منين تدوز؟ كتجي وما عندهاش منين تقطع، ماشي كتجي حتى الواد منين غتقطع، واش تغامر براسها وتطلع تقري لك ولدك؟ ما يمكنش، هذا الشيء راه ما يدخلش العقل. اجل القنطره. وحنايا هاد الخيوط، هاد الضو كامل الخيوط الضو طايحين، وكاين الناس اللي ما عندهمش الضو مازالين يشعلوا الشمع، واش كاين شي واحد دابا حتى الكاز ما بقاش يتباع في السوق، واش راه يقري ولادو على الشمع؟ أرى الله من هذا منكر. انا كنائب رئيس جمعيه النور للتنميه والتضامن وحب الوطن، وحنايا كنلاحظوا على حقوق المواطن وحب بلينت. غير زيده غير زيده بلينت راه محبوبه عند مواليها وعند الوطن. زيده زيده دابا زيدها لي. وبلينت حنا دوار بني مقوره من حقه بلينت، حنا كنشوفوا هاد الناس الاركيز ضدو طايحين على الديور وهما كيخدموا غير طرف الطريق. نعم. توسيع الشبكه ما كاينش والطلبات كيدفعوها من الناس، ما كاين لا توسيع الشبكه لا والو. وحنايا اللي من غنشكيو غنشكيو لله تعالى وتبارك وصاحب الجلال ونصره الله. اما الناس المنتخبين كيجوا عندنا من خمس سنين لخمس سنين، كيقول لك اخي المواطن صوتك امانه في عنقك، انا دابا امانه في عنقك ايها المنتخب والمنتخبه، حنا كمواطنين امانه في عنقكم، كنعطيكم الاصوات ديالنا باش تشوفوا الحل ديالنا والمشاكل ديالنا. خصنا هذا العالم القروي ما يخلاش، وإلا بغيتوا يخلى شغلكم هذاك. يحيى الملك يحيى الوطن. السلام عليكم. اش ضيف النعمة ايوا سيدي، حنا تنطلبوا ما قال كل شيء، هو هو قال كل شيء، قال كل شيء. حنا تنطلبوا من الحكومه تدخل، ان وعدونا بهذا الطريق في الثالث شهر، هذا الشهر السعود هذا. نعم. قال لك راهم غادي يخدموها، لحد الان ما شفنا والو. نعم. ودائما يقولوا لنا هذا الطريق هذه راه عندها واحد المده هذه متخدمت، هذا الطريق هذه والو ما كاينش، ما عطاوناش الحق ديالنا، حنا وليداتنا تيخرجوا بلا قرايه بلا حتى شي حاجه، ما يلحقوا الوظيفه.
ما يلحقوا حتى شي حاجه، يقرا الخامس السادس ويخرج بحاله. دابا هنا اللي قرا حدو الخامس السادس، حدو الخامس حدو السادس، انما الطريق ما كايناش، القنطره ما كايناش، الخوف الخوف والخوف وكل شيء. حنا رحنا منكوبين، البطاله قتلتنا، ولادنا مشردين، نطلبوا اللهم من الملك الله ينصرو يشوف لنا يعجل بهاد القضيه ديالنا. والسلام عليكم. ما كاينش لا نقل المدرسي لا حتى شي حاجه. هاد الدوار هذا فيه 14 دار. سميتو دوار باب صفصاف. باب صفصاف ما عندوش طريق وما عندوش الماء، وكيفاش هاد الانسان غيبقى ساكن؟ هذا حتى هو دوار بني مقوره، ولكن هاد الدوار هذا فيه 14 دار ما عندهاش نقطه الماء، وما عندهمش توسيع الشبكه، الناس مازالين يشعلوا الشمع. وحنا كنطلبوا من الناس المنتخبين كما كيجيو يطلبونا، راه حنا دابا كنطلبوكم، حنا كما كتوقفوا علينا عاونونا ونعاونوكم. راه هاد الشيء هذا راه مصلحه الجميع، مصلحه المواطن والوطن. انا الطريق هي مصدر العيش الانساني، الا ما عندكش الطريق ما عندك حتى حاجه. الطريق هي مصدر الرزق، هي مصدر العيش. طريق طريق الخير، طريق الصواب، طريق الصلاح، طريق الفلاح، هذا هو الطريق. الطريق راه هي مصدر العيش الانسان، مصدر الرزق ديال العالم القروي. وانت ما عندكش ما تقري ولادك، منين غدوز وما عندكش ما توصل من الحوائج الضروريه. هادشي ما عجبكش؟ ما عجبكش؟ هادشي ما عجبكش كيوقع في هذا؟ وهادشي ما كاينش اللي يعجبو، هو ما المنتخبين يسمعوا هادشي ما يعجبهمش. جلستوا معاهم؟ ها؟ جلستوا معاهم؟ هضرتوا معاهم؟ ديما من خمس سنين لخمس سنين كنجلسوا معاهم. مرة في الخمس سنين. بحال ذاك لو بواسون دابريل. ديما نهضروا معاه. واش فهمت؟ بحال شي كذبة ديبرير. جيو خمس سنين لخمس سنين حنا غنديروا لكم غنديروا لكم. وكيقضي الغرض ديالو عاوز يمشي يجي واحد اخر يقول لك انا هو اللي غنخدم لكم، ما كاين شيء. ولكن الله يجازيهم بخير، الله يرحم لهم الوالدين. حنا ما قادين على مظاهره، ما قادين على اضراب، حنا باغيين الهنا، باغي الوطن يبقى هاني، باغيين الدوله ديالنا تعيش في امان. حنا مغاربه كيف كيف، حنا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. حنا ما بغيناش الاضراب، ما بغيناش المظاهره، كنسمو غاديين العماله كيلاقينا القايد وكيلاقيونا الناس وكنحشمو. حنايا ناس ضعفاء وناس مساكين كنحشمو كنرجعو بحالنا. حنا ما بغيناش المظاهره، ما بغيناش نكونوا مشاغبين، حنا بغينا نكونوا مواطنين نحب الملك نحب الوطن. وكيخصنا يقضيوا لنا المسائل ديالنا، الا ما عندناش الطريق ما عندنا حتى شي حاجه. لان الله يحيى الملك يحيى الوطن. مخدومه بالبالا والفاس، هذا المسرح هذا فيه جوج الكولوميت مخدومه بالبالا والفاس، هذه ومسرح اخر خدمناه بالبالا والفاس. حنا كاين جمعيه النور للتنميه والتضامن، ها هو زيدوا لهنا غادي تصوروه. ومسرح اخر راه باقي ليه دابا. الا طاحت الشجره صاحبي ما عندوش منين يقوس للدار ديالو، ما عندوش، ما عندوش منين يمشي، منين غيطلع للدار، منين يتغيس ويطحال غيس، منين غيدوز. هذا هو المشكل اللي دابا الطريق صوب صوب البلا والفاس. البلا والفاس وكرينا التراك، وسمعنا عاوننا المحسنين. التراك بالفلوس ديال المواطن البسيط. لا كيعاونونا الناس. هذه مليون الاخرى مليون. واحد ما زوناها لا باش صغرنا الطريق. زو 400 الف. فرطتوا بيناتكم؟ فرطتوا بيناتكم فلوس. عاونونا المحسنين كلها وكيفاش. اللي بغى يساب. اللي بغى يساب اللي عنده ما عندوش. هو طلع حتى لبيت الله حتى للمسجد. هذا طلع حتى للمسجد. دابا هذه مالها؟ هذه كيخصها تفرش، إلا طاحت حتى ما تدوش من هنا. شكون اللي صوب هذه؟ صعوبة المواطن بالبلا والفاس وكرينا التراك، وطريق اخرى هي لتحت عاوتاني طلقناها فيها كولوميت بالبلا والفاس وكراو الناس التراك وكيعاونوا المحسنين الله يكثر خيرهم. منين جبتي فلوس باش صوبتوا هذه؟ جمعناها شويه وعاونونا المحسنين. كاين الناس اللي يجمعوا كل واحد كاين فاتوا بيناتكم خدمناها ذاك واليد العامله انتم يمكن العامله كنخدموا بيدينا وكاينين الناس اللي عاونونا بحال ذاك الناس اللي عاونوا الله يجازيهم بخير بجميع الامور. حتى حنا كالناس يعاونونا. هذه الساعه هذه اللي خلصتها غير المواطن الجماعه في سبيل الله. والخدمه انتم كيبغى لنا خدمناها بيدنا. خدمه حنايا كجمعيه كنطوعوا وكنطلبوا الناس وكنطلبوا. هذه اللي خدمت. حنا كجمعيه ما كيعطيونا لا دعم لا حتى شي حاجه، كنخدموا لصالح البلاد، لصالح الوطن، لصالح المواطن. حنا كجمعيه ما كنقولولهمش لا عطيونا دعم ولا والو، دعمونا هي خدموا لنا. خصنا تشوف ناس. حنا خصنا تشوف لنا لهاد الطريق. انت مبني انت؟ عاش واقع عاش واقع. واقع كيقول لك هادشي اللي واقع. انت راه كبير عليه في العمر نقول لي اش واقع. واقع اش خدمنا الطريق، خصنا الطريق وكنخدموا البلا والفات، كل شيء الكلمات خدمنا دابا غير بالبلا والفات، ما كاين حتى شي حاجه ضايعين. الطريق صوبت بالبلا والفات. واه دابا نقول لك دابا 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 عاد السيمانه هذه بالبلا والفات، السيمانه هذه. لا حنينا الطريق وسنطالبوا
من رئيس الجامعه ما بغاش يعطينا الطراكس، مشينا عندو قلنا له ما مشينا عندو قلنا له عطينا الطراكس، قال لك ما نعطيكمش. يعني هاك علاش ما بغاش يعطيكم؟ ما بغاش يعطيكم، قال لك خدام ما بغاش يعطيكم. ما بغيتش تجيو قلنا الطراكس خاسره، وحنا الطراكس عارفين راه خدامه، قلنا له خدامه، قلنا له قلنا له ديرها خدامه، قال لي راه خدامه وما بغيش يعطيها لكم. الله يصاحبي الله يعاون. دورنا في الثاني شرينا يعني مشيتوا عند الرئيس باش يعطيكم التراكس؟ ما بغاناش. قال لكم خاسره بدا كيهرب لنا. كما كيقولوا البلوم بي مشي يشيل البالا والفاس. الله يرحم والدينا كنخدموا لروسنا. بلا جميل بلا جميل. بلا ايه والثاني منا شلنا بزاف علينا عاون شرينا عاوني في واحد ما تما الساهم. الثمن ديالها طالع ما كنمشيش لهم نجيبكم. اي الله يرحم الوالدين، زينا كملنا ساعة من جيبنا كل واحد باش ساهم وجبنا التراكس. هي جوج طرقان هذو اللي كيحلوا الدوار اللي هو جا في الجبل، يعني في هاد الويدان وفي هاد الشعير وهاد الشيء. جوج طرقان كاينين حليناهم بالبالا والفاس. الجماعه كتجمع كل نهار، كيتجمعوا الجماعه اللي صبروا كيجيو، جمعنا شويه ديال الفلوس، الانسان كيحيدها من السوق ديالو. يعني عندك واحد البركه باش تسوق لوليدات، كتحيد داك السوق ما كتسوقش وكتعطيها على حساب التراكس باش حلينا هاد الطرقان لهاد الجماعه. الشتا ملي كتكون الشتا كي كديروا معاها؟ ملي تكون الشتا كتولي حريره هنايا. المراه ملي كتكون حامله محوله كي المراه حامله كنهزوها على المحمل بحال هاز الميت، كنهزوها على المحمل حتى الواد حتى نقطعوا الواد الحضر ليه. ملي يكون الشتا الواد الحضر كيكون حامل ما كيبقاش تهبط وما كتطلع من هنا ولا بيلانس وداك الشيء. ما عندناش والو، كنهودوها على المحمل من راس الجبل واحد ثلاثه واحد الخمسه د الكيلومتر ولا هذا تقريبا حتى نوصلها للكودرون. المحمل عودناهم مرارا قصحه وكاينه اللي ولدت في الطريق هكاك ورجعوها هكاك للدار ديالها. حسبي الله. هذا هو طلبوا المسؤولين باش يعطيونا تسهنا لهاد الطريق. هذه الطريق هذه هي المهمه وما يعني طول بزاف ما تخبطش. عندك في الدار؟ لا عندي الضوء، كاين كيس طايحين. الكيس طايحين؟ الكيس طايحين. دابا تمشيو معنا. قال لك عنده ركيزه طايحه. دابا تمشيو معنا تسيبوهم طايحين. راه كيحطوا الناس على الدار ديالك. انت الدار ديالك طايحه عليها ركيزه؟ شحال شاده غير الزيتونه. طيب الزيتونه لو كيتهرس داك العطش راه تجيني على المحل وكنعش فيها. طايحه بالخيوط ديالها بالبوله ديالها. نعسه على الزيتونه. هي البوله غير الخيوط طايحين الليل. نعسه ما لاوش عيات ولا طاحت بوحدها. تقنطت وطاحت على الزيتونه شدها غير الزيتونه لو كيتقرس داك العطش. داك العود ديال الزيتون يتهرس غاتجي عليا في المحل انا نعس فيه. عندك وليدات صغار تما؟ عندي نعس انا ولادي في المحل. شحال بكم في داك الدار؟ كاينه شي ربعه ولا خمسه. خمسه وكاين الخطر ديالك الركيزه. خمسه على الركيزه طايحه على الزيتونه لو كيتهرس داك العطش راه غتهود عليا في المحل انا ناعس. خمسه هاد الولاد عنده، خمسه هاد الولاد عندنا انا خوه انا شوف خمسه بينا في داك المحل، خمسه الدراري ها هما صغارين. انتوما خمسه وركيزه ناعسه معكم سته. وركيزه ناعسه علينا من الفوق الى لقات حتى في التسرح. حتى هي حسبها راه هي ناعسه. حتى هي ناعسه معنا الضوء ومبرانشين فيها. نعم. مبرانشين فيها، حنا جوج ديور مبرانشين في داك الركيزه. يعني الركيزه خدامه دايزه الخيط. دايزه الخيط، خدامه وين يرشات من التحت ونعست. وحنا ناعسين خمسه النفوس ناعسين تحت منها. وما بغاوش يبرانشي، ما بغاوش. وقاش هي طايحه؟ هذه عام وزياده وهي طايحه، او ثلاث سنين وهي طايحه. يعني ركيزه ناعسه تما، ركيزه ناعسه بحال هكا وخدامه. بحال هكا وخدامه. وخدامه. والخيوط ماشيين منها الخيوط. باقي لاصق بها. الخيوط مبرانشين فيها مبرانشين. دابا دابا خمسه بكم ناعسين وركيزه السادسه. صافي السادسه. سته. سته ناعسين. سته بكم راكم ناعسين في داك الدار. غريبة قلنا لهم اجيو بدلوا لنا هم خدامين دابا هنا حاليا دابا دابا هم خدامين هنا اي بدلوا قلنا لهم اجيو قعدوا لنا غير الركيزه حيدوها لنا من على فوق منا وحطوها ليه قال لك حنا ما بقناش الركايز ما مش نحيدوش الركايز تيحطوهم في التراب واش كاين شي ركيزه العواده تحط في التراب وما تيحفروها ويطمروها في التراب ما كيديروش السيمه ما كيديروش السيمه كون تيديروا لها السيمه تبقى شاده راسها دابا تيحطها في التراب عام كون تسيبها رشات وتهود علاش ما يديروش نسخن شاد السيمه الاخر البوطو راه تنوقدوا من ديال التليفون اللي كانت التليفون ديال هذا مازالين لحد الان ما طاحوش ها فين كيبدلوهم ما بغاوش يبدلوا لنا الركايز ها ها هما فين هما شد شد الركايز ها ها هما فين طايحين يبدلوهم كيسنجيو كيسنجيو غير طرف القدره غير طرف البيستا ها يعني انت عندك في جهتك وحده بحال هي طايحه ما بغاوش يبدلوها ما بغاوش يبدلوها قال لك ما بقالناش الركايز هما هذا الخطر يعني عندكم خطر في الدار حنا سته النفوس الناس الخيط راه تحرقوا راه الا بقات طاحت لنا على المحل راه حنا نتحرقوا راه حنا نتحرقوا بشيء عندنا في الدار كامل الله يحفظ الله يحفظ ودابا قلنا نبدلوا لنا الركيزه قال لك ما بقالناش الركايز حنا ما عندناش ودابا راه جايه الشتا يعني يمشي لشي يكون شي خيط في شي ماس ولا شي حاجه رحنا نفسه معضو ستر الله حسبي الله ستر الله جينا نحاديوها حنا نحيدوها
ما قديناش ما عندناش الجهد باش نحيلوها. لا ما يمكنلكش. نري نمشيو لشي بلاصه نسكنو ما عندناش. ضربه ديال الدوره كتقتل عمي. ضربه ديال الدوره كتقتل شنو غتحرك؟ ولا نمشي. ما عنديش فين الناس، عندي ذاك المحل ناسين فيه ستة النفوس أو خمسة وحنايا وحنا ناسين مع الدور. أنت عمي أنت مبلينت؟ مبلينت زعما شنو مبلينت؟ بلينت واش زايد خيابت ولا رجعت اللور ولا مالها؟ مبلينت راها ما كاينش، راها صافي راه حنا طحينا من كوبي، أنا ناعس مع الدور. إلا بقى تهودت راه حنا ما يبقى فينا حتى واحد. ما عاجبكش الحال؟ ما عاجبنيش الحال. اللهم هذا منكر، هاري كاين شي هما ما بغاش يبدلوا الحسابات ديال الانتخابات. لا لا هذاك موضوع اخر، غير قول لي شنو ناقصك. ناقصنا الطريق، تهنا خصنا تهنا الطخان، خصنا الكيز يوقفوا، وتيخصنا النقل المدرسي. انا جيت باش نشوف المعاناه ديالكم، الانتخابات هذوك امور بوحدها. ما المعاناه؟ حنا تنطلبوا من رئيس الجماعه باش يفرش لنا هذو جوج ديال الطخان، يعني الا طاحت الشام هذه الليله هذه ما نقدرش نخرجوا، يعني عندنا الدائم مثلا الدائم عنده سبع سنين ولا ست سنين تيمشي للمدرسه، واش غيقدر يعمل البطوله؟ دابا انت انا نجاوبك على هذا السؤال واخا ماشي محقي. انت قلتي كاينه تصفيات حسابات، واسمع ليا، يعني انت من الثمانينات مازال الامور هي هي، كاينه انتخابات كتهضر عليها هي تصفيه. دابا مثلا يعني خص الناس تمشيو عند الرئيس تيقول لنا ما نعطيكم حتى حاجه. واللي قبلوا عطاكم؟ اللي قبلوا كان واحد شويه بعدا على الاقل هو فرش لنا هذه كان فيها الغيس فرشها. باش فرشها؟ المهم دار غير واحد المهم ما بقاش الغيس. ما كاينش واخا ما كاينش حتى هذه، المهم كمان واحد شويه. وما ملي كطيح الشتا كي كديروا مع الاولاد المدرسه كي كدير مع هذا اولدي كتقرا ولدي كتقرا واه كنقرا ملي كطيح الشتا كي كدير اولدي ما كنمشيش ما كتمشيش اي كيكون الواد واه شحال مره كتقراو نتوما في العام شنو بقيت ما كتقراوش فيهم كنقرا ما كنقراوش السيمانه كلها الايام ديال الشتا كامله الشتا كامله ما واخا تكون اربع شهور الشتا ما تقراوش يعني اللي فات قرينا ما قريناش ست شهور علاش ست شهور كانت الشتا وما كانش يجيو الاساتذه على حساب الشتا، حتى الاستاذ كيخاف على راسو. جيوش الواد ما عندهمش منين يجيو. غريب هذا الشيء غريب. غريب حنايا تنطلبوا هاد الطريق تخدم، تيخصنا هاد الكودرون ديالنا توعدونا به تيخصنا يخدموه لنا. والنقل يعني ها سهلة يعني ها انت الطريق ديال الطريق يطلعوا الركايز قنطرة يعني قنطرة يعني احنا مستقرين احنا مستقرين احنا مستقرين إذا ما كانش النقل المدرسي وما عندناش الطريق إذا ما كانش النقل المدرسي وما عندناش الطريق احنا رحنا غادي نهاجروا كون على يقين غادي نخويو هاد الأرض غادي نخويو هاي كون على يقين احنا الموجود في الله تنخرجوا ولادنا ما تيتوظفوا ما تيوصلوا حتى لشي مهنة تيخرجوا ولادنا تيخرجوا تيتشردوا تيتشردوا حنا ما باغيينش حنا ما باغيينش حنا ما باغيينش حنا ما باغيينش هذا الوطن ديالنا يكون فيه هذا الشيء هذا حنا كنطلبوا من هاد المسؤولين كنطلبوا من هاد المسؤولين يكونوا كيراعيو كيراعيو للساتينه يكونوا كيراعيو للساتينه ويراعيو الحكومه ديالهم يعني هذا عيب وعار وهذه امانه في عنقم غدا لقاء الله ما نسمحوا لهم والله ما نسمحوا لهم ان ولادنا ضايعين وما كنوصلوا حتى لشي حاجه ما كيتوظفوش ولادنا حنا كيتوظفوا كيبقى فيك الحال هكا كيبقى فينا الحال السي كيبقى فينا الحال ولادنا ما كيتوظفوا ما والو كيخرجوا والو حنا تيخصنا اجا ولدي كي سميتك؟ كي سميتك؟ ايوب فوقاش خرجتي من القرايه ايوب؟ هذه دابا عام عام يحبستي اه وعلاش؟ ما كاينش الاخر باش نقرا كنتي باغي تكمل قرايتك كنت باغي نكمل قرايتي ولكن ما كتبش بقى فيك الحال ملي خرجتي واه ما جبرتش باش نقرا ما كاينش الطريق ما كاينش ما كاينش الموصل باش مخصوص هذا راه ولدي هذا راه ولدي ايوب شنو كيدير دابا؟ ايوب شنو كيدير؟ صافي البيطاني راه معايا في الدار البيطاني لين يعد به نرميه تا هو دابا حادي غير ركيزه صافي تا هو معايا في الركيزه ناعس معايا في الضو هذا ولا هذا ولادي بجوج هذو خرجت من بعد الوليد غيزيد شويه حتى الاخر تخرج صافي الله يجعل البركه صافي وصل السادس الله يجعل البركه خرجت العام هذيك قرا السادس خرجته علاش؟ ما عنديش لا نعبي الحاله ديالي ضعيفه باغيين يقراو كانوا باغيين يقراو الحاله ديالي ضعيفه وخرجتو النهار خرجتو قيالي يبكي قيالي يبكي وما كاينش الطريق قيالي يبكي علاش خرج ايوب وخرج الولد الصغير الاخر علاش ما كاينش النقل المدرسي شوف ما كاينش النقل المدرسي شوف ما كايناش الطريق ها الطريق صاحبي ما كايناش وراه غير شهر 12 كتقطع حتى لشهر 3 ولا كانت الشتا حتى لشهر 4 ايوا راه الواد راك شتوه وراكم صورتوه وراني هدرت في الصحافه ديال شاده في الواد حامل وصورناه ودفعناه وشحال من فيديو قيت انا على هاد الطريق كانني نائب رئيس جمعيه النور للتنميه والتضامن وحب الوطن وحبني انت وما كنطلب لا دعم ما كنطلب حتى حاجه كنطلب الطريق
للمواطنين ولهالدراري الصغارين، وحنا جوزنا العمر ديالنا كنطلبوا الله تعالى وتبارك يوفقنا نصغوا بالطريق لها الوليدات ويقولوا الله يرحم الوالدين. انتم باغيين هالطريق تكون فيها شانطي، بغيتوا هاد الركايز يوقفوا، بغيتوا قنطره يعني ماشي ما حنا ما كنطلبوا حتى سلمان تعادل تعادل كنطلبوا غير الطريق تعادل. امور سهله امور سهله، ولكن حنا كنطلبوا مع الناس المنتخبين، حنا ماشي ما كنطلبوا حتى من شي واحد، المنتخبين اللي كيديوا الاصوات للمواطنين كيخصهم يشوفوا من حاله المواطن، هذا هو اللي كنطلب انا، كنطلب من الناس المنتخبين والمنتخبات يوقفوا مع المواطن في هاد الظروف الصعبه. حنا رحنا عايشين واحد العيشه لا يرثى لها، راه حنا ضايعين اصاحبي، راه حنا وحنا كل مره شوف كل خمس سنين كيجي واحد كيقول لك انا هالعام غادي نخدم، عاود تدو طول خمس سنين يجي واحد اخر يقول لك انا هالعام غادي نخدم، فوقاش غادي نلحقوا حنايا هادشي، فوقاش غادي نعيشوا حياه طيبه، وحنا رحنا معذبين اصاحبي، صيت الخضره ما توصلوا لولادك في الساعه حتى الدار باش، بوطاجاز خصك تهزام اربعه الكيلومتر على كتفك وتقطع على من الواد وعاد باش ديرها على البهيمه. علاش هادي غير بوطاكاز؟ هادي غير بوطاكاز، ولاش تخن شاط الطحين قول طيحها في الواد بزامل لا انت لا دراري. وحنا صاحبي من 79 وحنا كنطلبوا بهذه القنطره، والقنطره صاحبي راه شوف الطريق راه مصلحه المواطن والوطن، حتى الدوله غتستافد من الطريق، المواطن الا عنده واحد الا عنده واحد كيلو زيتون غيخرج يبيعو يدخل الماكله لولادو، الا عنده واحد البب الا لقط غير الببوش يبيعو في الطريق يوكل به ولادو، ودابا ما عندك ما تبيع ما عندك ما تشري، راك عايش هنا كانك محبوس. معقوله معقوله معقوله، راه حنا محبوسين اصاحبي محبوسين، الا قلت محبوسين راه حنا محبوسين، وحنا ناس ضعافة ما عندنا حتى شي حاجه، حتى هاد الناس العالم القاري ما يعطيوك حتى المنحه باش تقري داك الدراري ويعرفوك بلي انت ضعيف، تدعى بيت ولاد القرا ولا الدري ولا انت ما عندكش، تيقول لك ايوا انت غير مستثنى للدعم، ما عندكش انت خصك تاكو عندك المنحه، شكون يعطيني هالمنحه انا؟ ولمن غنشكي؟ تدخل عنده يقول لك خرج عليا، لا لمن غتشكي؟ ونشكي لله ولصاحب الجلاله نصره الله، تنشكي لله ولصاحب الجلاله نصره الله، تنطلبوا من صاحب الجلاله نصره الله، الله ينصرو يشوف من الحال ديالنا المواطن ديال العالم القروي، إلا بغات الدولة العالم القروي يبقى عامر كيخصو الطريق، العالم القروي ما خصوش شي حاجة نهائيا إلا الطريق والظلمة، إيوا هادشي ماشي حق مشروع أصاحبي، ماشي نطلبوا شي حنا شي يبنيو لنا شي سلم في السماء ولا يبنيو لنا ناطح على السحاب، كنطلبوا قنطرة علاش نقطعوا علاش يقراوا الدراري. صافي هادشي اللي كاين. وديك المدرسة ما فيهاش الماء. وحنا ما كنقولوا حنا ناس مربيين. ما كنقبلوش العيب وما كان اذيو حد وما كان طعنوا حتى في شي واحد، حنا كنقولوا لهم شوفوا من الحال ديالنا، حنا ما كنطعنوا لا في وزير لا في رئيس لا في عضو لا حتى في شي واحد، كنقولوا لهم شوفوا من الحال ديالنا. مطلب مشروع مطلب مشروع. حق مشروع. وكنطلبوه طلب سلمي. وحنايا حنا ما بغيناش نديروا 201 ونسموا ماشيين للعماله، راه حنا كنحشموا كتجينا عيب. حنا كان خاصنا الوطن ديالنا يبقى هاني، والحمد لله على النعمة الحرية، الحرية نعمة نعم النعمة. حنا وصلنا عندك، حنا وصلنا عندك. هذا هو اللي كاين، حنا الحرية هي 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 الحياة، حنا الحمد لله الحرية كاينة، الأمن كاين، الطريق ما كايناش، المواصلات ما كايناش. حنا الحمد لله اللهم لك الحمد على الحكومة وعلى صاحب الجلالة نصر الله ضمننا الحرية والأمان، ولائكين ضايعين من الطريق، وليداتنا ما كيقراوش، والبنت عندها 17 عام تمشي 17 كيلومتر. كل غادي نلا الامان والخوف الخوف والخوف هادشي اللي كتسمعوا في التاليف صعاب واشي اللي كتسمعوا راه كيسمعوا الوزير وكيسمعوا الرئيس وكيسمعوا العضو وكيسمعوا ديال الاغتصاب وديال الخاطف هذه راه ولا شويه كاين اش صاحبي خوف خوف احنا كنطلبوا الله تعالى وتبارك وتعالى كنقولوا الله يهد الوطن وينصر السلطان ويرجع البلاد ديالنا تبقى في الامان وحنا ما كنقولوش شي حاجه وحنا شوف احنا كنتجمعوا وكنرفدوا فاتحه وكندعي وكنقولوا كل شيء والاستجابه ما كايناش حنا عمرنا قينا شي فيديو ما رفدناش فاتحه مع الوطن والملك والشعب وكل شيء ولكن استجابه ما كاينه. الله يكثر خيرك. والو اخي انت تدور فينا. وتا دابا الا بغيتو نختموا بشي فاتحه ونمشيو حنا. نختموا ضروري. ايوا اجي معايا. عمي فاش كتفكر انت فاش؟ فاش كتفكر غيقول لي فاش كتفكر؟ قلت له هذه 7 سنين. فاش ما عندكش؟ هذه 7 سنين وانا ساكن بلادو. والله ما انا علاه. سبع سنين ما عندكش الضوء. 7 سنين وانا ساكن ما عنديش الضوء. اش تكمل ليه هاتو عيني عليك كتفكر ما كتفكر معاك شحال عندي دلبعه تاع ما كتلعبش داك التيرسي ولا ياك لا والو شحال كتفكر في العوده انا كنلعب حتى لعبه كنلعب الا وليدي في الطلامه صاحي هذه 7 سنين وانا ساكن راهي بلادو كيفاش بلادو ما عندك حتى المكانه في الدار ولا شنو عندي المكانه 400 متر بعيده واه الدار واش ما عطاكش التوسيع دابا انا كنت ساكن بعيد نعم نهار الاول عطاوني الضوء نعم ولكن داك السكنه كانت معذبه
تحولتي تحولت تحولت 400 متر داك الزلزال بالحسيمات شي قطع الزلزال امزور 2003 يمكن وتحولت دابا هذه 7 سنين وانا ساكن بيدوني ضو عرفتي شنو هي تسكن بلا ضو معجزه كي درتي مع العيد الكبير كي درتي مع داكشي ديال لا جيت مقلقت داك هذاك موضوع بوحدو لا جيت مقلقت خوك يشعل الشمع ساعات ولا شحال عندك موليدات عندي 7 النفوس والوالد 8 هاد 7 النفوس والوالد الله يخليه لك حتى هما عايشين معاك في هاد الدار بلا ضو عايشين الدار والوالد عنده 91 سنة كان عبي هالكلمات الضو بالطلع يشوفها لك الله يشوفها لك الله سبع سنين سبع سنين سميتك عمو الرحال محمد متابعي قناة شوف تي في قصة غريبة هاد السيد مليات وانا كنشوف فيه غير كيفكر الرحال محمد 7 سنين هو عايش بلا ضو 7 سنين هو محروم من الضو 7 سنين إذا كنت انت عندك الضو هاد السيد ما عندوش الضو كنت انت شابع ضو هاد السيد راه ما عندوش الضو عنده 7 النفوس ومعاه الوالد ديالو يعني حتى المشاكل ديال هاد الناس اللي كثيره وكثيره 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 جات السيد قضى علينا 7 سنين وهو بلا ضو وكتبتي عيطتي عيطت ومشيت للرائد ودابا ملي جا الاصلاح عيطت عليه بيدي دبرت على الرقم ديالو عيطت عليه كتبكي يا عمي كتبكي كتبكي يا صاحبي راه ضايع تعرف ولا اللي راه يقرا وخرج تما في اللي خرجوا ياكلوا في سيمانه حس بي الله واني ما الوكيل ما يكون غير خير صافي والما بعيد عليه تاع الما خلي الماء على نهضروا القضيه الضو كامله عنده الضو انا ما عندي الما بعيد عليه راه كيلومتر مش بعيد عليه لا حسبي الله واني ملوك سبالة بعيدة عليه في كولومير حسبي الله اسمح لنا طيحنا لك الدموع يا عمي مسحها فيا اسمح لي ماني يا حبيبي اسمح لي الله اسمح لي طيحت لك الدموع يا عمي الله اش تقول لي على هذا السيد هذا السيد هذا راه كيبقى فينا كاملين غيبكينا كاملين فعلا مليات وانا كنشوفو لان علاش هذا السيد هذا بعدا هذه السكنة اللي سكن فيها هي اللي صالحة حتى للدولة علاش جا على الطريق خلاتها فرنسا ولكن داك التراك تهملت تقريبا ما كدوز يلاه التراكتور ما خدوماش وكنطلبوا باش يخدموا حتى الطريق تحل عندهم 14 دار تما وماشي غير بوحدو ماشي غير بوحدو راه ساهله راه ساهله راه عنده 400 متر ما بين الركيزه فين كاين الضو توصل لعندو 400 متر خصو جوج الركيزه وثلاثه الركيزه يوصل الضو لعندو اللهم هذا منكر ولهذا ماشي مواطن يطلب ويعاود ويعاود وما يشوفوش فيه بعين الرحمه الدموع ديالو يطيحوا راه صاحبي راه حنا نبكيو معاه هي هو ما عندوش الضو حنا عندنا الضو لكن مأسفين حتى هو خصو الضو خصو ما يقرب لعندو شنو يقول لكم على الطريق عيطوا عليه الطريق شنو يقول لكم يقول لك غنخدم ولكن فوقاش مازال ما كاين حتى شي حاجه والماء الماء بعيد عليه بجوج الكيلومتر ولا كيلومتر ونص بعيد عليه الماء وعنده دوار تما خصو يهود عنده حتى هو يوصل عنده الماء ويوصل عنده الضو ويوصل داك الدوار اللي عندهم كامل دوار عندهم تما ما عندناش الماء وما عندناش 8 ديور ولا ما نعرف كلهم ما واصل شيء الله يا ودي اللهم هذا من كان يستافدوا صحاب توسيع الشبكه كل شيء اللي ما عندوش من نم هذا الاول هذا قبل من نم يعني صحاب توسيع الشبكه كلهم خصو يعني هاد الناس اللي دايرين فيك كل شيء خرجوا ولادهم من المدرسه راك مقيد شتي هاد الناس اللي دايرين هذا مخرج بنته انا بنتي هذا بنته هذا هادو كل شيء خرجوا البنات علاش ما كاينش المواصلات ما كاينش الطريق ما كاينش النقل هلين غد تصيفط هاد البنت عندها 14 عام اللي غتصيفط تكمل من هنا السادس اللي غتصيفطها باش هذا شوف وهاد الحوادث اللي كيوقعوا فين غتصيفط؟ هاد البنات اللي غادي يمشيو يقراو هادو كلشي مخرجين ولادهم من المدرسه كاينش اللي مازال باغيين يقراو الولاد باغيين يقراو وحنا باغيينهم يقراو كلشي خرجناه من هادشي كتقول لها بنتي راه حدك السادس صافي كنقولوا عاين كما تحسن الوضعيه ما كاينش وفي نظرك غتحسن وما غاتحسن ما باينش ما غاتحسنش على هادشي هنا كاين اللي خرج البنت الاولى وخرج الثانيه وكاين دابا راه وصل الثالثه كاين اللي بحال هذا خرج جوج والثالث غادي يوصل دابا انا ما يمكنليش نهار انا نفس المشكل انا ما يمكنليش نهار نسمع شي وحده بنت بنيلنت راه في شي منصب كبير ولا شي حاجه ولا ما كرهناش عندهم رغبه عندهم رغبه كيجيبوا النقط ماشي ما كيقراوش حدايا دابا قال لك انا باغي نقرا ولا كيجيبوا النقط سيمانه هو يبكي سيمانه هو يبكي على المدرسه خرجت من سيمانه هو يبكي ما بغى ياكل يخرج محمد ايوب ما بغاش ياكل لي الخبز سيمانه هو يبكي قال سيمانه هو كيبكي لحقاش قلت له خرج من القرايه قال لك ما نخرجش لا يمشي يعبر الشتا تجيب الشرايين بثلاث شهور والواد حامل اللي خصني نهز لاطاري ونعبيه كي قيلو قلت له جلس تاكل الخبز قريب الحال شحال من واحد هنايا حتى الليل قلت له يعبر وندور طريقك وليدي جلس حدايا اللهم هذا كنت طرفك وخذ نشوفك نشوفك حدايا ولا نشوفك حدايا ولا يديك الواد يرميك في شي سد ولا يرميك في شي بحر ولا ما نعرف
وانا نشد هذو دابا جوج خرجت هاد العام خرجت واحد ولا عام نور خرجت واحد. ماشي صعيبه شويه تخرجوا من قرايه عمي؟ مجبر اخاك، مجبر اخاك. راني مجيف، مجبر راني مجيف السي، راني مجيف. علاش نخرج انا ولادي بقرايه؟ سبع سنين هو وانا نسبق عليه هنا، ست سنين هو يقرا هنايا، وسيمانه هو قاطع لي الماكله. علاش با تخرجني من قرايه؟ ما جبرتش. وزايدون كاينين الناس الضعفاء هنا كيخصم الملحه باش يقراوا ولادهم، راه المنح ما كتعطاناش حنا المقراوي. هذا منكر عايشين فيه. هذا ياتي. وراه غاليه تما هنا والضعفاء اصاحبي، ما عندناش هنا. شوف تصور هاد الدوار كامل ديال بليلنت ما كاينش شي سد، قالها الناس عندهم ارض سقويه، ما كاينش شي معمل هنايا غيخدموا فيها الناس. الى الله الحبيبه الزيتون ما جبرنا لاين. انا معيش ساد النفوس غاب البلا والفاس. غاب البلا والفاس معيش. والملحه الخدمه ديال الدراري. كمل بعدا. هل العالم القراوي الناس كيخصم الملحه باش يقراو الدراري؟ مال هادو مالو؟ ايوا هي تبحال هي تاع الدراري المدرسه. كاين شي دراري المدرسه بحال ما اكثر من هاد الدراري عاد. يلاه ايوا. ويلا كامل ما كانش الواد، دراري المدرسه يمشيو او السواق الا ما كانش الواد. تا هو كاين كل الواد ما كاين لا هذا ولا هذا. على راسك يلا هان. تا هو هضر مع الشيفور. هضر مع الشيفور كاع. عمي كي راك الغزاة؟ تحية شحتي من السوق؟ جيت من السوق. نعم كي راه الطريق هادي؟ هضر لي على الطريق هادي. ما كاين لا طريق لا والو. شحال مرة كتدخل الكراج انت بلا كذوب؟ كندخل الكراج كندخل الكراج المهم ديما في الكراج. ساكن 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 في الكراج. انا ساكن في الكراج. ساكن في الكراج. احنا جينا على هاد الطريق. الله يجازيكم بخير اسيدي. وراحنا مضرورين مضرورين بزاف والله الا مضرورين، فايتين القياس على هاد الطريق هادي. الله يفاجئك. كنطلبوا من السلطات وكيمدونا بعد. دابا هذه 4 سنين مشينا المره الاولى للعماله، قالوا لنا 15 يوم شهر، داروا معنا شهر. انت واصلك الضو للدار؟ ما واصلنيش هاي الضو للدار انا. ما واصل الدار ديالي. ما واصلنيش الضو، ما واصلنيش الدار. دابا كاينه شي 14 دار هنايا ما عندهاش الضو. 14 دار ما عندهاش الضو هنايا ديال توسيع الشبكه. هاد المره غادي يوسعوا الشبكه، هاد المره غادي يوسعوا الشبكه، هاد المره غادي يوسعوا الشبكه. ما كان لا توسع الشبكه لا والو. الله يفاجئ عليك. امين. حنا شويه ضروا طالع عندنا. احترامات اسيدي متابعي قناه شيف تيفي. شكرا بزاف. تحيه الله يحفظك متابعي قناه شيف. تحيه الله يعاون. على قطع في اللوج الفوق. هادو الدراري كنتي في المدرسة؟ ها؟ عاد جيتي ولا؟ جبال هاك شد شد شد. كي سميتك؟ إلياس الشعيبي. كتقرا؟ واه. إذا كملتي السادس واش غتكمل ولا لا؟ غنقرا في حد مسيلة. حد مسيلة؟ واه. ملي كتكون الشتا واش كتقرا ولا لا؟ لا بعيد. ما كتمشيش؟ لا على حساب الشتا. واه الواد 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 حام. المدرسة ولا ما عندك؟ ما يوصلش لعندنا. يكون الواد يكون الواد. ما عندكش ترونسبور المدرسة؟ ما كاينش. شنو بغيتي؟ شنو بغيتي؟ لو بغينا الطريق. بغينا الطريق وبغينا القنطرة. اجيو النقد المدرسي ما عندكمش؟ لا غير هاد الناس كيديروا فيكم الحال. ما كاينش. واه عندك عندك بلاتي انا ولدي عندك ولدي راك جالس تما شويه. تحيه الدراري. احترامات احترامات. الله يعاون. يلا قول له سير. اصافي غير سير. السلام عليكم. صافي غير سير عمو. يا السواق كاين شي بابا. متابعي قناه شوف تي في. قصه غريبه هاد الناس. الاطفال هادو هما كيمشيو هكا للمدرسه ويجيو هكا وفوقاش اللي كيكون الشمس بحال دابا والارض ناشفه وتمشي في ما كان حتى في الحصيده تمشي. اما ملي كيدخل الشهر ديال الليالي اللي كيدخل الموسم ديالي. وكي راه السوق هاد النهار عمو؟ اشي كي راه السوق؟ السوق مرفول. ومني كتكون الشتا واش كتسوق ولا والو؟ كنسوق. طريق طريق عيانه. القنطره والو؟ لا 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 القنطره لا قدو. والو والو لا لا مشي لا مشي. دابا ملي كتكون الشتا والو ما والو غنلقاو من كوفيد. داك الثلاث شهور ديال الشتا. ثلاث شهور نقولوا هاد العاده والدعم. ها؟ الطريق غير يده. حساق يا من هنا وحده من هنا. هذا تحط تاع مول الطوموبيل كيضيع حتى الطوموبيل ديالو. لقاش راه شفتو الكراج كلشي مول الطوموبيل ضايع والعباد ضايعين. احنا من الطوموبيل من الكوبي ضروري. دابا الساقيه جايزه من هنا. واه ها هي جات الساعه تحفر لنا على الطوموبيل. وماشي غير وحده وجوج او ثلاثه هكا شامله سواقي. والوليدات ما كيمشيش يقرا وخليه على اللوز. والله الا شحال من خطره تاعي والله انا ما شدينا الواد فين عندي وديه. انا حتى الواد حتى من ياكل الواد غاب الواد كان قاتل. نهار طاحوا ذاك المعلمات في الواد. واه شكون جبزهم؟ السكينه شكون غايجبزهم؟
كما تنشي البهيم زبده. الله يفاجئ الله يفاجئ. هذا هالي ولا ها الطريق هنا يا هاي ساقيا لا هو نتل ودحنا بتحت ورجعنا مش ساقيا لي الطريق حفرات الواقع هاو هي دارس نحن طمرا دابا الطريق ضروري يخصها البنين ضروري خصنا الطريق ضروري ضروري يخصها الطريق الله يفاجئها الله يفاجئها الله يفاجئها اصابع مو متابعي قناة شوف تيفي صافي عمو قصة غريبة قصة مؤلمة كنتواجدو في جامعة بليلنس هاد الدوام بين الدواوير اللي كيشكيو كيخصهم الطريق الدخول المدرسي ما كاينش النقل المدرسي حتى إلا كان النقل المدرسي ما كاينش الطريق اللي توصل للوليدات البنت ملي كتوصل السادس ابتدائي كتخرج بالسيف عليها من القراية ما خرجت تاكل قتلة يعني نهضروا بالهضره اللي كاينه علاش كيقول لك باه اللهم اجلس حدايا بنتي ولا هادشي اللي كنسمع وهادشي اللي كنشوف وهادي 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 الناس ضعاف لا ماديه ما عندهم حتى المشاكل ما يقدروش يدخلوا فيها والتلميناح ما كايناش التلميناح ضعيف صاحبي تعب ما عندوش ما يوكل ما غيخلص 10000 ريال 10000 ريال هو يسير فيها كل شهور صاحبي بالنسبه للكايز ديال الضو كاين قصه غريبه وكاينه مهزله اقولها مهزله هادشي ديال توسيع شبكه الضو كاينه الركيزه غير كتحط لا سيما لا والو يعني غير كتحط كيجي برد كيطيحها ترونسبور ما كاينش الطريق 1980 ما تقادتش ناس شاركوا وجاو صوبوا هاد الطريق بالبالا والفاس و الله غالب استودعكم الله وحلينا وحده في تندروش باش يقيونا القنطره استودعكم الله والله غالب